هذا مزار قطارة الإمام عليه السلام. قطارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما كان متوجها إلى معركة الصفين، وفي طريقه لما مر بكربلاء عطش الجيش، هو صنع هذه العين بيده، فصارت هاي البقعة المباركة اللي تقصدها الناس من كل حدب وصوب. وواي صارت كرامات هنا، يعني بيها مثل ناس عميان فتحت، ناس أمراض سرطانية، بركات مي القطارة، بركات أمير المؤمنين الشافة إن شاء الله. عاش فيدك، هاتان صفر يا ذهب الفريقين. وفجأة نكتشف القطارة العجيبة، هذه القطارة العجيبة يا سادة، هذا يا شوفوا أنبوب ماء محفور بالخفاء، هذا الأنبوب هو هذا القطارة العجيبة اللي يبيعون بها البطل الماء ب5000 للزائرين على انها على انه ماء مبارك. وبالتالي لا وجود لهذا المياه في الحقيقه، او ما يسمى بقطاره الامام علي، او وجود هنالك مياه تظهر من هذه الصخره. تبين بعد البحث والتحري من قبل الدفاع المدني ان انابيب قد مدت من الاعلى للاسفل. قاصين دم العراقيين حتى ماتوا في الهدم والخسف اللي حصل فيها. نعم الشيعة والجهل، الجهل سببه الاول المرجع. لولا الجهل لما عبد الشيعة الإمامية القبور، لولا الجهل لما كانوا أجهل طوائف الأمة بالقرآن، مما جعل علماؤهم يتخذونه خصما لهم فلا يعلمونه لو كانوا هم يعلمونه أصلا. أساس كل المصاعب، أساس كل المشكلات هي نفس الأمارة بالسوء، ونفر غيرها على نفس الأمارة بالسوء، إنما تأتي من خلال التقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا يحتسب. وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. لا يعلمونه في الحوزات ولا يهتمون به باعتراف الخامنئي ومحمد حسين فضل الله وكمال الحيدري 3 مراجع. القرآن له دور في حوزاتنا العلمية وليس له دور أعزائي، ليس له دور. هو بشكل عام حوزاتنا متخلفة. أولا القرآن لا يدرس في الحوزة. السيد الخامنئي يقول مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استلام إجازة الاجتهاد من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة. مراجعة ولو مرة واحدة أي لا علاقة، حتى لا يرى القرآن بعينه يستطيع أن يصبح مجتهد. كذلك السيد محمد حسين فضل الله قال فقد نفاجأ بأن الحوزة العلمية في النجف أو في قم أو في غيرهما لا تمتلك منهجا دراسيا للقرآن. ولهذا يمكن أن يكون فقيها في الحوزة لكن يقرأ الآية غلط، مولانا لا يعرف أن هذه الآية القرآنية ماذا تريد وماذا تشير. هم أجهل الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا اتخذوا سنته عدوا يشككون بها ويطعنون بحملتها، ولذا كان نتاج ذلك مجتمع شيعي إمام 12. هم أجهلوا هذه الأمة بدين محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، بل إنهم اتخذوا دينا آخر يسمونه دين 12، وأهل البيت من هذا الدين براء. غابت الشمس، غابت، والإمام يمشي ينتظر إلى أن يصير المحل المضبوط، ثم أشار إليها. هي الشمس شنو؟ الأفلاك كلها شنو؟ أمير المؤمنين عليه السلام الأفلاك كلها يديرها بأصبع واحد، مو فد مشكلة هذه يعني. من أول إنسان نزل على سطح القمر؟ أول إنسان الإمام علي عليه السلام. أول واحد نزل على سطح القمر؟ هو اللي عمل الدنيا. أينما تروح الله معك. الإمام الحجة عليه السلام أيضا ينظر إليكم أينما كنت. العتبة الحسينية فعلت خدمة عن طريق الموبايل، رقم مخصص تصل به هذا الموبايل من داخل الضريح. طب حاجتك سولف ويا الإمام الحسيني سمعك. يا سيدي أبا عبد الله اقضي حاجتك، كل محتاج بجاهك أدعى الله سبحانه وتعالى شافي كل مريض. إن أول أسباب جهل الشيعة هو تحكم المرجع وإضلال المرجع واستخفاف المرجع بعقول الشيعة، هذه هي الحقيقة. أما إن تكلمنا عن أسباب جهل المرجع نفسه فدعوني أبين لكم أحد الأسباب. لا يعرفون يا أخواني لا قرآن، وهذا القرآن الكريم ثابت، قل بلي
بل القرآن الكريم يقول فهلموا برهانكم إن كنتم صادقين. أين برهانكم؟ هؤلاء ما يعرفون الحقيقة. هؤلاء القرآن الكريم يقول إذ بلغت القلوب لدى الحناجر. لو كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالم. وتصدقون حتى كتبهم أهل السنة يعرفونها أكثر منهم، يعني هم جهل حتى في دينهم. خلوا فراج الصيب على جنب، أنا بجيب لكم اثنين من الذين تحرروا من قيود المرجعية، راح أجيب لكم الحيدري والغزي يشهداني بذلك. لنبدأ أولا مع كمال الحيدري، هو يتكلم عن محمد باقر الصدر. شوفوا شلون المرجع محمد باقر الصدر جاهل بالقرآن، مو كلام فراج الصيبي، مرجع. خلونا نشوف. بينكم وبين الله إذا الإنسان لم يقف على معارف القرآن، نعم الآن لو تأتي إلى علماء إلى فقهائنا تجد الحق والإنصاف في الرواية، ماذا يعرفونها جيدا، أما في كثير من الأبحاث القرآنية يعرفون عنها شيئا أو لا يعرفون، تجدون أنهم أساسا لم يعرضوا لها، وإلا مو أن الملكة ما موجودة، لو أرادوا لعرفوا. السيد الشهير قدس الله نفسه يقول بالأمس أنا في زيارة أمير المؤمنين جاءني أحد وسألني عن آية، قلت لا هذه ليس آية من القرآن، ثم رجعت إلى البيت مولانا أخذت معجم الآيات وجدت بأن هذه اللي أنا قلت مو آية هي شنو؟ آية في القرآن. ثم علق هو قدس الله نفسه قال والله لو كنت أسأل عن شرق الفقه وغربه لما ضاعت عليه الرواية، ولكنه أسأل عن آية في القرآن لا أعلم أنها آية أو ليست آية. مرجع، يعني ممكن الواحد يخطئ في قراءة آية، يحصل هذا، لكن آية في القرآن يقول مو آية، حتى يروح يدورها وين يا أخواني؟ في معجم القرآن، مو حتى يروح يدورها في القرآن مثلا الذاكرة عنده توديه البقرة لآل عمران، لا لا لا، يدور المعجم. يعني القضية مو نسيان، الآية ما مرت عليه، ما يقرأ قرآن أصلا. صدقوني يا أخواني، وهذا أظن الإخوة يتفقون معي فيها، حتى لو الإنسان مو حافظ القرآن كاملا، لكن نتيجة كثرة ترداد الآيات عليه إذا قرأ الإمام آية يستطيع هذا المأموم لكثرة ما سمع القرآن أن يكمل الآية معه لكثرة سماعه لها، هذا ما مرت عليه. هذا نوع جهل عندهم وكثير وكثير. طيب الغزي عبد الحليم، أتعلمون بأن الوهابية عندهم علم بأحاديثنا؟ والله أقولها أكثر من علمائنا. ادخلوا إلى مواقع الوهابية مثل موقع فيصل نور، ادخلوا إلى هذه المواقع ستجدون روايات مستخرجة من كتبنا، والله لو تأخذونها إلى علماء شيعة تقولون لهم يقولونها، يقولون لا ما موجود عندنا، موجودة في كتبنا. يعني بالغ من جهلهم أننا نعرف كتبهم أكثر منهم. يعني القرآن مفالحين فيه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفالحين فيها، وخصوم القرآن والسنة كما يصرحون بذلك. حتى كتبكم ما أنتم عارفينها. مرة يا أخوان اتصلت على آية الله العظمى اسمه عبد الكريم العقيلي أو هالشكل اسمه في الكويت، نسيت والله اسمه، وكان بيني وبين حوار. هذا أيام البالتوك، كانت في اتصالات هاتفية نتصل عليهم، فقلت يعني في كتاب الكافي روايات عدة أن الإمام يعرف متى يكون إماما في آخر دقيقة من حياة الأول، في رواية في آخر دقيقة تبقى من روحه أو من حياته. مو مشكلة عن موضوع العلم المسبق للإمام في النص على الأئمة وأسمائهم، هذه مسألة مفضوحة. وأنصح بكتاب الإمامة والنص للأستاذ فيصل نور، وموجود في موقع فيصل نور. لكن كلمة دقيقة، آخر دقيقة، كلمة دقيقة، الدقيقة التي هي جزء من الوقت التي تساوي 60 ثانية، هذا أمر حادث في القرن 7 و8 الهجري. ما كان في زمان الصادق تقسيم الساعة إلى دقائق وثواني، آخر دقيقة ما كانت موجودة دقيقة بهذا المفهوم. من وين ضايفينها؟ الكليني ميت سنة 329، الصادق ميت سنة 148 رحمة الله عليه. دقيقة في القرن 7 و8 لما اخترعت الساعة وقسم الوقت. قال هذه الروايات موجودة في الكافي، قلت له أي موجودة، قال خلني أراجع. اتصلت عليه بعدها حتى نراجع سويا الروايات، فولى العقبة ولم يرد بعدها إطلاقا، وحنا نطرح ذات السؤال أيضا.
فالمقصود أحبتي في الله الجهل والتجهيل هما عنوان الشيعة عبر الزمان منذ عبد الله بن سبأ، ولا تحدث الشيعة الأوائل اللي في زمان سيدنا علي لأنه كان هناك تشيع سياسي، لكن الصلاة والزكاة والحج والصوم والتوحيد لا يلّا محمد رسول الله ما عندهم شك في ذلك، إنما التشيع المعاصر الذي هو دين ابن سبأ القديم الذي برأ منه علي بن أبي طالب. أنتم ترون نتائج وهذه من الأسباب، المرجع أول سبب، وجهل المرجع سبب آخر أيضا. هذا قطاع مزار قطارة الإمام عليه السلام، هو هذا مكان الماء اللي يعني من آلاف السنين. قطارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما كان متوجها إلى معركة الصفين وفي طريقه لما مر بكربلاء عطش الجيش فعدل عن الطريق إلى هذا المكان، وجدوا نعم علامات يعني لأثر شخص فراهب سألوه عن الماء دلهم في المكان. المهم الإمام قال لا حفروا هنا، فلما حفروا وجدوا صخرة لم يستطيعوا أن يخرجوها إلا أجا بعد قادع باب خيبر وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فبعد ما الإمام عليه السلام وخر الصخرة خرج لهم ماء عذب وبارد. هو صنع هذه العين بيده، رفع الحجر فظهرت عين ماء، فصارت هاي البقعة المباركة اللي تقصدها الناس من كل حدب وصوب. والله صارت كرامات هنا، يعني بيها مثل ناس عميان فتحت، ناس أمراض سرطانية فركت، هذا الطين يأخذ من هذا الطين يدهن جسمه به، إذا سرطان الله يفكم الشر يدهن جسمه به مدة 7 أسابيع، يدهن جسمه في هذا الطين مية قطارة بركات أمير مين الشاف إن شاء الله. بطل بطل قولي الله مو موجود ما عنده واحد يمشي يلا 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 شد حيلك ما في ان شاء الله كلكم عدي حبيبي بطل 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 عاش ايدك هات ثاني صفر حساب يا بعد الفريقين هذا مزار القطارة، وهذه المنطقة بالضبط أنا أقف فوق التلة التي سقطت على الناس وتسببت بعدد من الضحايا، وفجأة نكتشف القطارة العجيبة. هذه القطارة العجيبة يا سادة، هذا شوفوا أنبوب ماء محفور بالخفاء، هذا الأنبوب هو هذا القطارة العجيبة اللي يبيعون بها البطل الماء ب5000 للزائرين على انها على انه ماء مبارك. هو محفور بشكل مخفي، شوف الجريمه باعه هذا البوري محفور جاي من بير، البير بماطور ومولده بدون ما يشوف الزائر، هذا تحت الارض الانبوب الماء، ومن ثم ينزل هذا انبوب الماء، طبعا كان مخفي هو تحت الارض. نحن الآن متواجدين قرب ما يسمى بقطارة الإمام علي والمياه الموجودة في هذا المكان، ولكن هناك حقيقة أن هذه الصخرة تعود للإمام علي، وتبين أنه بعد البحث والاستقصاء من قبل رجال الدفاع المدني تبين وجود أن هنالك أنابيب قد مدت من الأعلى إلى الأسفل حتى يستحصل جراء هذه المياه القائمون على هذا الموقع، وبالتالي لا وجود لهذا المياه في الحقيقة أو ما يسمى بقطارة الإمام علي أو وجود هنالك مياه تظهر من هذه الصخرة. تبين بعد البحث والتحري من قبل الدفاع المدني أن أنابيب قد مدت من الأعلى للأسفل. المرجع والمعمم مستفيد ماديا من وراء الشيعة، يغرقونهم بالجهل وينهونهم عن التوحيد لأن التوحيد يفسد تجارتهم، يخرجهم من مكاسبهم المالية وما يتعلق بالجاه والسيطرة والنفوذ في وسط أشياء. عدو المرجع والمعمم التوحيد، لا إله إلا الله، ولذا يغرقونهم. حتى إذا جاءت قصة مثل هذه القصة، قصة قطارة الإمام علي، وانفضحوا حينما وضعوا مواسير يدعون أن الأرض تنبع بكرامة لسيدنا علي، وإذ بهم قد وضعوا مواسير من الأعلى إلى الصخور في الأسفل ينبع منها الماء من المواسير وليس من الصخرة، فلما انكشفوا أخرج السيستاني أذنابه، شهيد عتابي، محمد أسدي وغيرهم. هذه كذبة كبرى، الكذبة الكبرى، ماء قطارة الإمام علي بهذا المكان. ها
وأن هذه العين عين خدعوا الناس بها. أنا بصراحة ويشهد الله ما زايرها طول عمري طبعا ولا أندل مكانها. مصين دم العراقيين حتى ماتوا في الهدم والخسف اللي حصل فيها، وين كان كذبة كبرى آنذاك؟ ولا لما انفضحت مواسيركم فضح الله دينكم يا مراجع السوء، ونجى الشيعة من وثنيتكم التي هي أول ما تعادي، تعادي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.